السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ بتكونوا جميعا بخير. احنا اتفقنا مع بعض ان في باب البيجمنتيشن ان انا عشان اشخص حالة بيجمنتيشن ممكن اشخصها بالشكل بتاعها وممكن اشخصها بالديستريبيوشن بتاعها، تمام؟ وعلى هذا الاساس قلنا والله ده واحد جالي قال لي كده انا عندي فليكشوال هايبر بيجمنتيشن، فوارد قوي تكون الحاله داولينج ديجوس، تمام؟ وقلنا ايه هي الداولينج ديجوس، كان سببها ايه، كان مشكله في كبتن خمسه وده اللي مسؤول انه يعمل يسلم الميلانين من الميلان وصاعد للكيراتين وصاعد، وان كبتن خمسه دوت برضه افكتد في الابيديمولايسيس باللوزه مع ال 5 و14، وان هو افكتد لوحده بيعمل لي حاجه اسمها ابيديمولايسيس باللوزه سامبلكس ويز موتلد بيجمنتيشن. اتقالت مره في الكلام وانا بشرح الداولينج ديجوس، واتقالت مره واحنا بنشرح في ريتيكيلت هايبر بيجمنتيشن. قلنا والله لو كان مثلا شكل البيجمنتيشن ريتيكيلت ببدا ابص على الحاله، قد تكون داولي جيديجوس، قد تكون ابيديمولايسيس بلوز ويز موتال بيجمنتيشن، قد يكون برايجو بيجمنتوزا، قد يكون كارب، وهكذا. فبدانا دماغنا توسع وازاي ان انا افكر في تشخيص الحاله عن طريق الشكل بتاعها. النهارده هنبدا نتكلم عن طريق تشخيص حاله عن طريق الديستريبيوشن بتاعها والشكل برضه، اللي هي الحالات اللي بتبقى ماشيه مع البلاش كولاين. البلاش كولاين للي ما سمعهاش قبل كده، انا كنت شرحتها في محاضره منفصله في محاضرات البيترياتيك اللي هي الموسايسيس، ويهمني ان انتوا تعرفوها، وقلتها كده في المحاضره رقم 2 أو 3 في البيجمنتيشن مش فاكره، ويهمني ان انتوا تفهموا فكره البلاش كولاين، ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بديفلوبمنتال لاين، كل جزء كده ليه اللقشه بتاعته ريجاردنج الجين اللي ماشي فيه. ولو انا عندي جين لاين ماشي واحد خلاص مش هيبقى عندي حاجه ماشيه مع، يعني حاجه هتظهر كده في البلاشكو لاين، لكن وات اباوت ان انا عندي سيل لاين ماشي مع بلاشكو لاين حصل فيه اكتيفيشن لنسخه جين بتحمل الاستعداد لمرض الصدفيه او تحمل استعداد لمرض اللايكن او تحمل الاستعداد لمرض المورفيا، يبدا الناس دول يجي لهم بلاشكويد او لينير درماتوزيزس، حتى لو الدرماتوزيزس لا يحمل صفه الجينات، قد يكون انفلاماتوري ديس اوردر، بس احنا مش بنشوف لينير لايكن او زيستيري فورم لايكن، احنا مش بنشوف لينير سرايسز ملوش علاقه بالكابنرايزيشن، يبقى قصه البلاشكويد بدات توسع المجال بتاع دماغي وتفهمني ان معناها ان السيل لاين ده ماشي فيه جين لاين حصل له اكتيفيشن يحمل الاستعداد للمرض او يحمل الجينيتك اللي تخلي المكان دوت فيه شكل مثلا انكونتيننشيا بيجمنتاي اند سو اون، تمام؟ وعلى هذا الاساس انا عندي النهارده باب اسمه لينير هايبر بيجمنتيشن او بلاشكويد، وحقيقه رغم ان هم مفصولين الا ان انا خلاص بقيت اوسع صدرا ان انا اتقبل ان اي حاجه لينير بتتحط في باب البلاشكويد ما لم يكن اللينير ده يعني ليه علاقه مثلا، زي مثلا فور اكزامبل اتخدشت فحصل كوبنرايزيشن فظهر في المكان ده ديماتوزيزيس ليه علاقه بالكوبنرايزيشن، تمام؟ اول حاجه هنتكلم عنها حاجه اسمها لينير، اول حاجه طبعا في البلاشكويد الانكونتيننشيا بيجمنتاي، الانكونتيننشيا بيجمنتاي اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان هي بتبقى الاول فيزيكال سويبسيما، وممكن الستيج دي ما تحصلش قدامي، ممكن تحصل انترايوتراين، وبعد كده يبدا الليجن يختفي ويجي مكانه فيروكس ليجن، وبعد كده بعد الفيروكس ليجن يبقى فيه هايبر بيجمنتيشن، وبعد الهايبر بيجمنتيشن بيبدا المكان يبقى هايبو بيجمنتيشن اللي احنا بنسميها هايبو ميلانوزيس اوف ايتو، اللي مع الوقت بتختفي، وان رغم ان البيجمنتيشن هي الحاجه اللي بتجيب الام وبتقلقها الا ان عندي حاجه اهم اللي هي الاسوسيشن، سواء كان نيورولوجيك او الاي اسوسيشن زي النيوروفاسكولاريزيشن، او بيبقى فيه اكسيوديت فبتعمل ريتينال ديتاشمنت، وللاسف بيبقى فيه بعض الناس عندها اوبتيك اتروفي، تمام؟ ده كده من ضمن الحاجات اللي هو البلاشكويد اللي احنا هنتكلم عنها. تاني حاجة هتكلم عنها في اللينير ديستريبيوشن لينير اتروفوديرما اوف مول. لينير اتروفوديرما اوف مول ان لقيت ليها نازل ليها كده دايجنوستيك كريتيريا عشان اشخص بيها لينير اتروفوديرما اوف مول. ايه هي الدايجنوستيك كريتيريا؟ اول كريتيريا ان هتبدا في السن الصغير او في الادلت، تاني حاجه ان هي تبقى ماشيه مع البلاشكو لاين، تالت حاجه ان ما يبقى فيه ابسنس اوف بريسيدنج انفلاميشن، يعني ما فيش حاجه حصلت وده مكانها، تمام؟ تاني حاجه انها تبقى ستيبل وفي نفس الوقت ما بتتحسنش مع الوقت، وبالهيستوباثولوجي الديرمس كومبوننت بتاعته كويسه، بس النقطه دي لقيتها في مكان تاني ممكن تكون الكومبوننت بتاعتها افكتد. في ناس اعتبروها كده اللي هو اللينير اتروفوديرما اوف مولن فاريانت لوحديها، وفي ناس اعتبروها فاريانت من الباسين اند بايريني، تمام؟ تاني حاجه فوكال ديرمال هايبوبليجيا، بالظبط كده لكانك جبت حاجه شفافه، كيس شفاف، وانت شايف كل الاستراكشر اللي تحته، فانت شايف البلود فيزلز، شايف تلانجكتيزيا، احيانا بيبقى فيه هيرنيشن، احيانا بيبقى فيه بابلوما، والديستريبيوشن بتاعها ماشيه مع البلاشكو لاين، وللاسف بيبقى معاها اكسترا كوتينيوس مانيفستيشن، ممكن يبقى فيه منتال ريتارديشن، ممكن حاجات
ليها علاقه بالعين زي المايكوفثالميا، بيبقى احيانا بيبقى فيها كلوبوما اوف ذا ايريس، واحنا عملنا قبل كده ملف اسمه اي فروم ديرماتولوجيك فيو، وكان من ضمن الحاجات اللي مطروحه فيها فوكال ديرمال هايبوبليجيا. وهذا هو المهم حقيقه، انت في فوكال ديرمال هايبوبليجيا مش هتعالجي حاجه، لكن مهم جدا ان انت تدوري على الاسوسيشن. احيانا بيبقى معاها ابليجيا كيوتس كانجينيتا، واحيانا بيبقى معاها وورتي ليجن. فلما تجي لي حاله يا جماعه طفل عنده وورتي ليجن، وارد قوي يكون الوورتي ليجن ده مانيفيستيشن اوف فوكال ديرمال هايبوبليجيا، مش وورت بقى ونلسع ونحرق بقى ونشتغل، يعني معلش نشخص الاول واشتغلوا براحتكم على اساس تشخيص سليم. تاني حاجه لينيال اورولد نيفويد هايبرميلانوزيس، بالظبط شبه الستيج الثالثه من الانكنتينينشيا بيجمنتاي، ولكن لا يسبقها الستيجز اللي قبل كده، بتبقى عباره عن هايبر بيجمنتيشن ماشيه خريطه للبلاشكولاين، خريطه للبلاشكولاين، ولكن لا الميوكوزال ولا البالم ولا السولس افكتد، وجت لوحديها من غير ما يسبقها اي حاجه خالص، وبيبقى معاها اكسترا كوتينيوس مانيفيستيشن. حقيقه احنا خلاص بقينا دماغنا واعيه وعرفنا ان منطقي جدا ان الحاجات اللي فيها هايبر بيجمنتيشن يبقى ليها علاقه وثيقه بالنيولوجي. فاحيانا بيبقى معاها منتال ريتارديشن او اوتيزم او ايبيليبسي او ديفلوبمنتال ديلي او هيمي اتوفي او سايكوموتور ديلي. تمام، ابيديمال نيفاي ليها محاضره مشروحه فيها تفصيليا، ولكن هفكركم سريعا ان الابيديمال نيفاي دي كان ليها فاريانت، احيانا بتيجي كده واحده لوكالايزد، واحيانا بتيجي ابيديرموليتك اللي هي لقوا حتى السبب بتاعها كيراتين 1 عامل زي بالظبط البولس اكسيوزي فورم ابسيوديرما، احيانا بتبقى اكانثوليتك ولقوا ان السبب بتاعها اي تي بي 282 زي الدبير، فبداوا يتكلموا على ان هي قد تكون يعني بلاشكويد باترن من الدبير، قد تكون بلاشكويد باترن من الاكسيوزس. تمام، الابيديرمال نيفاي زي ما اتفقنا قد تكون لوكالايز او ابيديرموليتك او كانثوليتك، واللي يهمني ابيديرمال نيفس سندروم بتبقى هيوج، وحقيقه للاسف بيبقى معاها ماسكولوسكيليتال ونيورولوجيك مانيفستيشن، واحيانا اي افكشن، فلازم نخلي بالنا من القصه دي. الكونرادي هابل سندروم، الكونرادي ده اكس لينكد دوميننت، فبالتالي انا كده مش هشوفه خالص في الميل، الميل هيموتوا مش هيكملوا، واللي هشوفه في الفيميل. الاول بيجي الليجن سكيلي وهايبركيراتوتك ماشي مع البلاشكولاين، وبعد كده كل ده يختفي ويسيب لي اماكن اتروفايد ومعاها ايس بيكس سكاربس. المشكله ان بتيجي في البون برضه سكاربس بتبقى موجوده في البون او كالسيفيكيشن موجود في البون، للاسف ممكن ياثر على اللونج بون، وممكن ياثر على التراكيه، وممكن ياثر على الفيرتبرا، واحيانا الاي بتبقى افكتد، لكن رغم ده كله اللايف سبان بتبقى نورمال. بعد كده ماكين البرايت سيندروم، ماكين البرايت من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيها كافيه اوليه، وفي سؤال مشهور ايه الدرماتوزيسس اللي فيها كافي اولي. تمام، طبعا النيوفايبرماتوزيس والواتسون والنونان والليجيس والسيلفر راسل او سيلفر راشل، كل الكلام دوت في حاجات اتشرحت قبل كده، وفي حاجات ان شاء الله هتتشرح لاحقا، يعني ما تقلقوش. الماكين البرايت سيندروم بشخصها بكريتيريا، هي تبعيات فايبرس ديسبليجيا بريكوشس بريبرتي، وده جزء من اندوكراينال انوماليس، بس عاده الاندوكراين انوماليس بتاخد الجيناتوتوفين فتعمل بريكوشس بريبرتي ومعاها الكافي اولي. فدلوقتي يا طبعا لما يجي لي حاله معاها هايبر بيجمنتيشن والام جايه ميل عشان الهايبر بيجمنتيشن يبقى كويس قوي، مش كويس، ده واجب عليكي ان انت تبقي شخصتي بالك لو قد يكون مكان البرايت اللي معاها بوند افكت او معاها اندوكراين، ممكن بامر الله اودي للدكتور الغدد يمكن الحق ان الطفل دوت ما يدخلش في بيركوشس بيربرتي، ممكن دليل على انها نيوفايبرماتوزس، فاقيس البلاد بريشر عشان في كروموسايتوما واعمل تشيك لو في اي مانفستيشن وابعت العين واطمن عليها. قد يكون علامه مثلا فور اكزامبل بلوم سندروم اللي معاها فوتو ايجنج، فالمفروض ان انا اقيم لحسن يكون في مالجنسي او ما شابه، يبقى معنى كده. وبعد كده بقى بعد كده ابدا اشوف هل ممكن مثلا كيس سويتش يجيب نتيجه، يبقى انا مشيت كده صح، مشيت صح علميا ومشيت صح في قصه ان انا اشتغل واجيب فلوس اللي هي ما فيش منها اي مانع خالص. تمام، بعد كده نتكلم عن الهايبر بيجمنتيشن اللي هي تبقى فلاجيليتد هايبر بيجمنتيشن، شبه الفلاجيلي كده، لكن جيت واحد ضربت واحد كده بكربوك، فقالوا فهم سموها في الكلمه دي لانها شبه الابنديجس كده اللي بتطلع من البكتيريا الفلاجيلا. حقيقه اتسجلت مع حاجات كده محدوده، فبالتالي عمليه التشخيص بتاعها هتكون سهله. اول حاجه البليومايسن ده اصلا كيموثيرابيوتيك دراكس، وبقينا نستخدمه الايام دي بقى في علاج الورت، وبيحقنوه في الانفرا اوربيتال باد اوف فات اللي هم دكاتره الرمد، واعتقد لوجيك ان احنا نحقنه برضو في الكيلويد يعني، بس مش عارفه هم بيحقنوه فعلا ولا لا، مش متذكره، بس منطقي ان احنا ممكن يتحقن في الكيلويد. وكيموثيرابيوتيك ايجنت، لكن الناس بتستخدمه سيستماتيك في الليمفوما وسكويمس سيل كارسينوما وبعض انواع التيومر اللي هي ما تخصنيش يعني، مش انا اللي بديه سيستماتيك، لانه من 10 ل 20% من الناس اللي بتاخد سيستميك بليومايسن
بعديها في ناس بدأ الموضوع عندها بعديها بسريعة، بعديها بيوم، وفي ناس وصل للموضوع بعديها مثلا بشهرين او 9 اسابيع. لو بدأ يظهر لهم ايه؟ يظهر لهم ايتشي لينير بيجمنتيشن، يعني من اول ما ظهرت ظهرت لينير بيجمنتيشن وايتشي، تمام؟ ما كانتش بتستجيب على اي لاين من تريتمنت، لكن الناس ديت لما وقفت البليومايسن بدأت تختفي لوحديها، يعني كانت سيلف ليمتد وبدأت تختفي لوحديها. جربوا التوبيكال والسيستميك استرويد والانتي هيستامين، كانت مفيده بعض الناس والناس الثانيه لا، تمام؟ يبقى دي اول حاجه الهيستوري واضح. لما يجي لي عيان عنده فلاجيلات تايب بيجمنتيشن ببدا اخد هيستوري، انت حضرتك بتتعالج يعني من اي انواع من انواع الاورام؟ طب بتاخد ايه؟ طب لقيت تربليومايسن، بكتب الريكومنديشن بتاعي وببعته لدكتور الاورام. انت احنا ممكن نعالج بسيستميك وتوبيكال استرويد، وممكن ندي انتي هيستامين، ولو ما جابش نتيجه فلو في امكانيه ان احنا نستبدل البنيومايسن بادر كيموثيرابيوتيك يبقى تمام. تاني حاجه الشتاكي مشروم. الشتاكي مشروم حقيقه انا ما كنتش عارفه ايه هو الشتاكي مشروم، دخلت لقيت درايد فود كده موجود في الاماكن الاسيويه وبيتباع عن طريق امازون والحاجات اللي زي كده، ومش عارفه بيقولوا بقى فيه فوائد وكده، وطلع الواحد يعني ايه مش عايش حقيقه يعني. فلو الشتاكي مشروم اتاكل ني او كان مش 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 متساوي كويس، فكان الناس ديت بيجي لها ايه؟ بيبقى فيه نوع من التوكسين، التوكسين ديت كانت بتهيج لي الدنيا، وكانت بتعمل بابيول وفيزيكيليشن، بنقول لها ايبيثيما، بتبقى ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي، يجي الشخص يهرش فيها فاماكن التهريشه بتاعته تظهر بقى الفلاجيليتد ستريكس، والاماكن اللي هو مش قادر يوصل لها زي الانتروسكابيولا بقى تبقى اسباب. يعني هي اكتر، انا شايفه ان هي اكتر نتيجه لعمليه الهرش، مش ده الديستريبيوشن ميلي بتاعت الدرماتوزيزس. جربوا معاها توبيكال ستيرويد والانتي هيستامين، جابت نتيجه بس بشرط ان الشخص دوت يتوقف عن اكل الايه الشتاكي، وده شيء طبعا مرعب جدا. الشخص اللي واخد على الشتاكي ازاي يوقف شتاكي؟ يبقى احنا كده يا جماعه لحد هذه اللحظه خدنا انواع من البيجمنتيشن، واخده ريتيكولات باترن واتكلمنا عليها، وبعد كده بلاشكايد باترن واتكلمنا عليها، وبعد كده فلاجيليتد باترن واتكلمنا عليها. فدلوقتي عمليه تشخيص البيجمنتيشن اختلفت عن زمان، وبقينا ان احنا عمليه لما يجي لي شخص يقول لك انا عندي تصبغات وعايز اعمل جلسه، لا مفيش حاجه اسمها كده، ومفيش حاجه السؤال المشهور هل نسمح للشخص يدخل لي يعمل جلسه؟ وات اباوت دخل لك شخص يعمل جلسه لقيتيه في لاجيليت تايب بيجمنتيشن، هل يرضي ربنا تعملي له جلسه؟ انت عارفه ان الشخص ده نتيجه لان هو عيان مالجنت ربنا يعافيه وبياخد بليومايسن، وان هو لازم من ضمن اللاين اوف تريتمنت ان هو قد يكون يحتاج يوقف البليومايسن، وانت عمليه تعملي له في جلسه عشان تاخدي فلوس، لان هو مش عارف وانت بتبتزيه كده عاطفيا وماديا. هل شخص مثلا بيبلبع شتاكي وانت برضه طابجت ناحيه الجلسه، هو الموضوع سيلف ليمتد اول ما هيوقف الشتاكي؟ ده كده مش منطقي خالص. هل منطقي ان عيان يجيني مثلا بكافيه اوليه وطابجت الجلسه وانسى خالص الاسوسيشن، وممكن العيان ده عنده بوني تشينجز او نيورولوجيك مانفستيشن، او يكون عنده بيجمنتيشن ليها علاقه بالاي، والواد ده بعد كده يبقى، ولا البنت سوري البنت دايما اعبر بكلمه الواد سوري، الحاجات الاكس لينك دوم ما تنفعش اقول كلمه الواد خالص، بعد كده يبقى عنده اي كومبليكيشن، يبقى احنا دلوقتي عايزين نمشي عايزين نربط كده التجميل بالجلد، نشخص ونعمل اسوسيشن ونعمل جلساتنا، بس بشرط ان احنا بنبقى فاهمين العيان هوصل لايه، اوصل لايه. يعني انا لا اعتقد ان الكافيه ليه نتائجها يعني هتبقى هربل مع كيسويتشد اندياج، لا اعتقد، تمام؟ كده محاضره النهارده صغنطوطه عشان فيها كلام كتير ومكلكع، فيعني كفايه عليكم الجزء دوت. اللهم انك عفو عظيم حليم كريم تحب العفو عني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.